السلام عليكم، الاخبار عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. مشكلة الصوت تكون اتحلت تمام، وبعتذر طبعا عن الوش اللي كان موجود في الفيديو اللي فات. في بداية الفيديو كده، لو انت متفرجتش على الفيديو اللي فات ارجع اتفرج عليه. دي حاجة. الحاجة التانية، في 80% من الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو مش بيعملوا سبسكرايب او مش عاملين سبسكرايب، ففضلا وليس امرا عشان الفيديوهات توصل لك اعمل سبسكرايب. وكده كده مش هيكون فيه اعلانات ان شاء الله، ومش ده الهدف يعني ان يكون فيه اعلانات، بس ايه يعني لما تعمل سبسكرايب انا مش هضطر بعد كده اشير اقول ان الفيديو نزل. يا جماعة انت كده كده هيجي لك نوتيفيكيشن ان في فيديو نزل تمام. الحاجة التالتة، محتاج من الفيديو مثلا الجاي او اللي بعده ان شاء الله هحتاج اقتراحاتكم للمشاريع اللي هنبدأ ننفذها، عشان برضو ايه الواحد اعمل حسابي فيها وانا مثلا بشرح او كده، ما بقاش انا بشرح حاجة اجباري بس. فالفيديو ده ان شاء الله يكون تكملة على الفيديو اللي فات، وخلونا نبدأ كده. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن ال HMI، عن بس ريفيجن سريع كده. اتكلمنا عن ان في ان هما اخر حاجة كنا هنا بيها اللي هما السبلايرز تمام، وقلنا ان في سبلايرز كتير، منهم شركة اسمها دي وين وشركة اسمها نيكستشن او نيكستاين تمام. كمان المرة اللي فاتت قلنا ان كل واحدة من دول او كل شركة من دول هتبقى يعني اختيارها على حسب، هنعمل مقارنة بينهم دلوقتي. هنختار شاشة من اللي الشركة دي بتصنعها ولا الشركة دي بتصنعها، ونعمل مقارنة بينهم دلوقتي. كمان انا كنت نهيت قلت لك لو تبص على الباور كونسامشن والريزوليوشن والاكتف اريا. تمام، احنا برضو قلنا ان ال HMI بتبقى جزئين مهمين اللي هما الهاردوير والسوفتوير تمام. الهاردوير اللي هو الجثة ذات نفسها أو الشاشة اللي بنتعامل معاها تمام، الخصائص بتاعتها بقى والكلام ده، وأنا أتكلم عنهم دلوقتي. والسوفت وير اللي هو الإيديتور أو البرنامج اللي أنا بصمم عليه للشاشة وهكذا تمام. يبقى ده الإيديتور، ودي السكرين ذات نفسها تمام. طيب احنا المرة اللي فاتت لما جينا نتكلم عن السكرين دي، خلينا بقى نقسم ان هنا الدي وين وهنا النكسترن ديسبلاي. خلينا نعمل مقارنة بينهم كده بالنسبة للهاردوير، وليكن ان احنا هنختار النوع اللي هو او المقاس اللي هو 5 انش. انا قلت لك الدي وين يعني ما بفضلهاش قوي لانها هتلاقي اندستريال، يعني هتلاقي الكوميونيكيشن بروتوكول بتاعها ار اس 485 وار اس 232 وتي تي ال وار اس 4 2 3 4 2 2 وهكذا. بخلاف النكست اين هتلاقيها تي تي ال 5 فولت كمان وتلاتة وتلاتة من عشرة تمام، اللي هو اليو ارت بتاعنا يعني. طيب انا عايز نعمل بقى كده مقارنة او نعمل كومبريشن بين الديوين
تمام وبين النكست ايون، والمقارنة هتكون بين، نختار شوية بارامترز كده ونفتح دلوقتي الداتا شيت نشوفهم مع بعض. تمام، من حيث ال resolution بس نسمت كمان كده، ومن حيث ال power consumption، من حيث ال memory. تمام، من حيث ال touch type، من حيث ال communication. تمام، تاني بس نمد ده كده، من حيث ال weight أو الوزن بتاعها dimension، من حيث ال backlight، من حيث ال colors اللي بتقدر تقدمها. طيب لو انا رحت كده، خلونا نفتح موقع رام. لو انت رحت عملت سيرش على اليو ارت او اللي هو السمارت سكرين او الاتش ام اي، هيظهر لك النوع ده اللي هو الدي وين. تمام، 5 انش اهو، نفتحه. في نوعيات كتير تانية طبعا، احنا اختارين النكست اين اهي. تمام، 5 انش برضو. افتح الداتا شيت، خدت بالك دي كانت ب 850 جنيه، اللي هي دي وين النكست اين دي. استحمل، نفتح الداتا شيت بتاعتها، سعرها 1350 جنيه، ونقول ليه الفرق الشاسع بين الرقمين ده دلوقتي. تمام، لو انا جيت هنا على الدي وين دي اللي هي ايه دي وين، تمام، اسم الشركة، 5 انش ده الحجم بتاعها او المقاس، 480 × 272. جميل، يا اخي ننزل كده نشوف المواصفات بتاعتها، ريزوليوشن اهو، كتب الريزوليوشن 480 × 272. يعني لو انا رجعت هنا كده، ريزوليوشن 480 × 272 بيكسل. طيب دي شفناها المرة اللي فاتت، 800 × 480، وهعورها لكم برضو تاني اهو. لو احنا نزلنا تحت كده، بس في حاجة هنا، ريزوليوشن اهو 480 × 800 أو 800 × 480، مش هتفرق يعني. تمام، طيب تاني حاجة هنا ال power consumption، خلينا نرجع للاتنين داتا شيت. ادي operating current في حالة ال VCC، ال brightness 100% والجهد 5 فولت، بتسحب 410، وفي السليم مود بتسحب 15 ملي امبير. يبقى انا هنيجي هنا كده، 5 فولت، ونقول في حالة ان هي 100% برايتنس، وفي حالة ان هي 0% او في السليم مود، في حالة 100% بتبقى بتسحب 410 ملي امبير، وهنا بتسحب 15 ملي امبير. طيب شوف الدي وين، ادي هنا الاوبريتنج كارنت، باك لايت اون، باك لايت اوف. في حالة ان الباك لايت اون
يعني 100% بتسحب 200 ملي، ولو سليب بتسحب 100 ملي. يعني هنا سيم، هنقول برضو 5 فولت و100%، 0%. هنا بتسحب 200 ملي، وهنا بتسحب 100 ملي. جميل جدا. الميموري احنا جينا نزلنا هنا، دي الميموري، بيقول لي ان في فلاش ميموري، دي اللي بتخزن فيها الفلاش ميموري، دي اللي بيتخزن فيها اللي هو الصور والخطوط والكلام ده. بيقول لي هنا في مساحة للخطوط او الفونت اهو، بيقول لي 32 ميجا بايت، وللصور 128 ميجا بايت، يعني اقصى حاجة 374 صورة. تمام. بالنسبة للرام بيقول لي في variable storage space، دي اللي هي بتخزن فيها المتغيرات والشاشة شغالة، 4 كيلو بايت. تمام. الريفريش ريت ده اللي هو معدل الريفريش بتاع الشاشة ذات نفسها، يعني بتشيك هل في حاجة ضغطت كل قد ايه وكده. تمام. يبقى احنا عندنا الفلاش 32 ميجا بايت، والفاريبل 4 كيلو بايت، او الرام 4 كيلو. يبقى هنا الدي وين، نقول له في شاشتين، غير بس اللون. في الفلاش وفي الرام. الفلاش دي كانت 32 ميجا بايت، والرام كانت 4 كيلو بايت. ده 32 ميجا بايت، ده اللي هو بتاع الخطوط. كان في كمان 128 للصور. تمام. نيجي هنا نفس الكلام، فلاش والرام. رحنا على دي الميموري، ادي الفلاش ميموري، الفونت والايمج 16 ميجا، ولتحت الرام 3584 بايت. يبقى هنا 3584 بايت. تمام. والفلاش كانت 16 ميجا بايت. طيب التاتش تايب ده قال لي ده ريزيستيف، هوريها لكم دلوقتي، وده ريزيست. ادي التاتش تايب اهو ريزيستيف. تمام. والنكست اين دي نفس الكلام، لو انت سيرشت عليها هيقول لك انها ريزيستيف برضه، هي موجوده بس موجودة، المفروض ان هي ريزيستيف، يعني لو عملت سيرش عليها يطلع لك انها ريزيستيف، بس هي مش مكتوبة هنا في الداتا شيت بتاعتها. وبمناسبة حتة الريزيستيف، خليني اقول لك الاول كده، نيجي هنا على جنب، نتكلم عن ال HMI او ال TFT عامة. بحيث انها ريزيستيف او كاباسيتيف. النوع الريزيستيف ده بيقول لك ان هو عبارة عن دايرة، او هنا لاير مثلا فيها كهرباء، وهنا لاير فيها كهرباء. فرضا ان انا عايز اعمل محاكاة ان ده زرار او سويتش، عشان اقفل الدايرة دي، يعني هنا دي دايرة اهي، عشان اخلي الدايرة دي مقفولة لازم اضغط على السويتش ده، صح؟ طب ما انا ممكن اجي من اي مكان هنا واروح جاي اعمل شورت سيركت في المنطقة دي مثلا، يبقى انا برضو قفلت الدايرة، صح كده؟ طيب هو قال لك نفس الكلام، قال لك انا هيجي احط طبقة كده
عازلة في النص، بس الطبقة دي تبقى كومبريسابل يعني تتضغط عادي، يعني لو انا جيت ضغطت كده هنا تتضغط عادي. نختار لون كده تاني وايت مثلا، بحيث انت مثلا لو ضغطت في المنطقة دي هيحصل لها ديفورميشن او هتغير في شكلها كده وتتضغط معاك لحد ما توصل اللاير دي باللاير دي، فيعمل ديتكت، الشاشة تديتكت ان انت ضغطت في المكان ده. مش شرط بقى تكون ضغطت بإيدك، يعني مش شرط بإيدك بقلم مثلا، تمام، ايا يكن بقى ضغطت بأي حاجة هتستقبل معاك، بخلاف الكباستيف. قالك لا الكباستيف دي ادي الشاشة اهي، الشاشة دي مشحونة عليها شحنات او فيها فيلد مجال، يعني مجال مغناطيسي مثلا، وقالك هو هنا بيعتمد ان انت جسمك بيبقى عليه شحنات او جسمك مشحون او ايدك بتوصل كهرباء. طيب انت لما تضغط بايدك هنا ايه اللي هيحصل؟ قالك هيحصل ديستورشن للفيلد اللي موجود هنا، فيقدر يديتكت ان انت ضغطت او ان ايدك جت على الشاشة. طيب دي بنشوفها في ايه؟ في شاشة الموبايل، بدليل شاشة الموبايل ان انت لو حاولت تضغط بايدك مش هتستقبل، مش يعني لو حاولت تضغط بحاجة تانية غير ايدك مش هتستقبل الا لو معاك حاجة conductive، يعني بتضغط بمسمار، بتضغط بحاجة محدن، ايدك ذات نفسها بقى موصلة عن طريق الكوندكتيف ده، فهتوصل للشاشة فتستقبل منه. بخلاف هنا الريزيستيف ممكن تستخدم اي بلاستيك بن او بلاستيك تيب، اي حاجة هتستقبل معاك عادي، تمام. يبقى ده الفرق بين الريزيستيف والكباستيف. طب ايه الاحسن؟ الاحسن يعني الاحسن والاغلى هو الكباستيف. هي يعني بلاش نقول الاحسن، يعني هي على حسب التطبيق او الابلكيشن اللي انت محتاجه، فاحنا نقول كده ان دي اكسبنسيف ودي ان اكسبنسيف او شيء عادي، تمام. نرجع تاني للمقارنة، نرجع تاني للمقارنة. طيب بالنسبة للكوميونيكيشن هنا، نو كوميونيكيشن هنا قالك نفس الكلام TTL، لأن برضو دي أنواع. خلينا نروح نشوفها ال D1 اهي، كوميونيكيشن انترفيس اهو، تمام. كاتب لك 3.3 TTL أو CMOS، تمام، اللي هو السي موسفت. يعني 3.3 يعني ده ترانزستور، ترانزستور لانجويج 3.3، تمام. طيب اللي هنا قال لك TTL برضو اهو، خلينا نروح نشوفها. سيريال بورت مود TTL، تمام. TTL ده ممكن تشتغل معاك اهو، هو هنا كاتب لك الانبوت هاي فولتج من 3.3 ل 5، والانبوت لو فولتج من 0 ل 1.3. 3.3 ل 5 دي يعني ممكن تشغلها، يعني دي كده برضه تي تي ال بس هنا 5 فولت. التي تي ال 3.3 دي ممكن تشغلها 5 فولت برضو عادي كيو ارت، يعني هم مطلعين لك تي اكس وار اكس جراوند وفي سي سي، تمام. في سي سي هنا نفس الكلام. طيب بالنسبة للوزن، دي اللي وين ادي الويت بتاعها تحت خالص، اهو نيت ويت، تمام. كاتب لك اللي هي التاتش 105 جرام، وركز في حرف الام ده اهو، عشان هقول لك ايه الام ده دلوقتي، لان النوع ده بقاش الشركه بقتش معترفه انها بتصنعه اصلا، ما بقتش معترفه بيه. ده حاجه اسمها ميني، الام ده معناه ميني،
الشركة مبقتش معترفة بالخمسة انش من النوع ده اللي هو الميني، تمام؟ لذلك هما بيبيعوها رخيصة برضه. دي كام؟ 105 جرام. هتيجي هنا ادي الويت 105 جرام. الحاجات دي هتفرق معاك لو انت بتتكلم في جهاز بورتابل او بتعمل جهاز محمول او شغال مثلا في حاجة اوتوموتيف او الكلام ده كله. الوزن، الابعاد بتاعتها، ريزوليوشن، الريفريش ريت بتاعها، الكوميونيكيشن بروتوكول اللي انت هتشتغل بيه، الكلام ده كله. طيب بالنسبة للنكست اين ويت، اهو ادي الويت 128 جرام، لان في نوع برضو من غير تاتش وفي نوع بتاتش، ده 128 جرام، تمام؟ يعني ده 128 جرام. طيب بالنسبة للدايمنشن، الدايمنشن دي خلينا ناخدها بره بقى كده لوحدها. احنا المرة اللي فاتت قلنا الدايمنشن لو دي الشاشة، دي اللي هي الأبعاد بتاعتها الكلية اللي هي دايرة بقى البي سي بي اللي بيجيلك متثبت عليها ال اتش ام اي من بره، دي ال اتش ام اي بتاعتك. فانت يهمك البعد اللي بره ده، يهمك لان انت الجهاز بتاعك مثلا لو انت عامل جهاز محمول فهو ليميتد، الابعاد بتاعتك محدوده، انت مش محتاج الابعاد تبقى كبيره قوي، تمام؟ الحاجه التانية الابعاد اللي جوه هنا دي، او الاكتيف اريا اللي انت المفروض هتبقى شايفها او اللي اليوزر هيتعامل معاه، دي اللي هي الاكتيف اريا، تمام؟ لو انا جيت هنا قلت ده مثلا الهايت وده الويدث، وده برضو الهايت بس الاكتيف اريا، وده الويدث للاكتيف اريا. خلينا نشوف بقى كل واحدة فيهم، هنكتب فيها ايه، نرجع تاني دايمنشن هنا اهي، نيجي برضو على الدي وين. لو انت جيت بصيت على البعد ده اللي هو اقصى بعد خالص 80.9 في 143.5، يبقى عندك هنا 80.9 في 143.5 ملي متر، ده كده اللي هو الخارجي. طيب الاكتيف اريا، الاكتيف اريا اللي هي اللي جوه الصغيرة دي، تمام؟ هلاقيه بيقول ان الاكتيف اريا اهي اي اي 62.9 في 110.9، يبقى 62.9 في 110.9 ملي متر، وده الاكتيف اريا. طيب هنا احنا الدايمنشن اهي لوحدها، طيب ادي اللي هو اقصى بعد بره خالص 133.5 في اقصى بعد برضو 84، يبقى 84 في 133.5، اربعة وتمانين في 133.5 ملي متر. طب الاكتيف اريا، الاكتيف اريا مكتوب جنبها ايه، ايه 108 في 64.8، يبقى 64.8 في 108 ملي متر، وده الأكتيف أريا. طيب الباك لايت
الاتنين LED، يعني الضوء اللي بقى في الباك جراوند بتاعهم معتمد على اللايت اميتنج دايتس. ولو كده ممكن تشوفها برضو في التتشيت. الكالرز هتلاقي ده 65,000 لون، وده نفس الكلام 65,000 لون. تمام. طيب ما يعني حد هيقول لي طب ما الاتنين يعتبروا قريبين من بعض، ايه الفرق؟ هقول لك الفرق، هوريه لك دلوقتي. احنا دلوقتي كل ده تحت مين؟ تحت الهاردوير. يعني كل ده تحت الهاردوير. بنيجي نتكلم عن السوفت وير بقى، الموضوع هيختلف. انت نفسك هتقول لا انا ما مش هستحمل اتعامل مع الكلام اللي انا مش فاهمه ده. تمام. فلما تيجي هنا للسوفت وير، طيب هو برضو عشان نبقى حقانيين، يعني حقا للحق، خلينا نرجع كده على الموقع. انا قلت لك لو انت هتشتغل تطبيقات ميديكال او تطبيقات امبيدد سيستم او حاجات اللي انت محتاج اجهزه بورتابل او الكلام ده، او اي او تي مثلا، ومش محتاج احجام كبيره قوي، فتركز مع النكست اين ديسبلاي لانها تسهل عليك الوقت في التصميم، يعني هتقلل عليك الوقت في التصميم وتريحك في الشغل. انما لو انت محتاج بقى حاجه تانية احجام كبيره، ريزولوشن عالي، زي مثلا دي وين اهي 1024 بيكسل في 768، 10 بوصه تقريبا. تمام. وبتيجي بفريم، يعني تيجي جاهزه مش هتحتاج تطبع لها الفريم. وهقول لك برضو النكست اين ليها فريم، يعني انت ممكن تيجي هنا على الموقع بتاعهم. خلينا نرجع، انا قلت المره اللي فاتت ان في التي والبي والكي اللي هما السيريز بتوعها، الانهانسد والبيزك والانتليجنت. لو انت جيت هنا على الداونلود، في حاجه اسمها 3 دي بيزلز. ال3 دي بيزل ده اللي هو ده الفريم بقى، الفريم بتاع الشاشة ذات نفسها. تختار النوع بقى، سواء 2.4 من 10، 2.8 من 10، اللي معاك 5 بوصة. هم عندهم في كل السيريز شغالين حاجات ستاندرد من اول 2.4 لحد 7 بوصة، مفيش اكتر من كده، بخلاف دي وين بسم الله ما شاء الله عندهم يعني اللي هو ايه تخصصات كتيرة. يعني انت هتلاقي السيمبل ابليكيشن، كوميرشال جريد، اندستريال، اوتوموتيف، ميديكال. طب بس احنا طبعا هنا في مصر هتلاقيهم شغالين على هو نوع واحد اللي بيجيبوه، مقاسات مختلفة. تمام. هنا اندستريال اهو، اندستريال كونسيومينج ال سي دي، برضه هتلاقي نفس الكلام اندستريال. يعني دي بقى بص، انا عايزك تشوف دي من اللي معانا، دي 7 بوصة، اللي معانا 5 بوصة، دي فريم، اللي معانا فريمليس. تمام. فانت لو هتجيب دي حجمها كبير وبتديك نفس الريزوليوشن اللي معانا، اللي هو 800 في 480 وب 1500، اللي معانا ب 1350. دي اللي انا كنت بقول لك عليها اهي، اللي هي ملهاش اهل، اللي هو الشركه مش معترفه بيها اصلا دلوقتي انها موجوده. الميني ده مبقاش موجود، او الشركه مش معترفه بيه اصلا على الموقع بتاعهم ان هو موجود. تمام. وبعدين دي عشان تستخدمها لازم تجيب الادابتر ده معاه، عشان يحول لك من يبقى في كابل كده بتاع ديسبلاي شكله غريب، انت لازم تطلع بيه بالنبن هيدر عشان تقدر تبرمجها وتتعامل معاها، اسمه N81 تقريبا. تمام. طيب بالنسبة للإيديتور بقى اللي هو السوفت وير، نفس الكلام. خلينا نيجي بقى كده عشان ادي الإيديتور عندنا عمه الدي وين، وده ال نيكست. طيب انا هوقف الفيديو هنا، عشان كده هنبقى وصلنا 30 دقيقة. تمام. عشان الفيديو مبقاش كبير، عشان الناس تقدر تستوعب. لو حابب تكمل الفيديو اللي جاي يبقى احسن. تمام. شكرا.